إلا أنهم كانوا يقدرون موسى تقديرا كبيرا، والذي يقول عنه أمينا للذي أقامه. من الذي أقام؟ أقام رسول ورئيس كهنة، يعني الله أقام موسى كأنه رسول عهد قديم ورئيس كهنة. ولم يذكر أي شيء هنا عن الجوهر ولا عن الألوهة، لكن نسب كلمة رسول ورئيس كهنة للمسيح مش لموسى. موسى كان مجرد نبي، قد يعامل معاملة أنه نبي مختار أو رسول، لكن كلمة رئيس الكهنة تخص المسيح. تكلم أولا عن الرتب البشرية، فقال كما كان موسى أمينا في بيتي، أي للشعب والهيكل. ويقول هنا في بيته، مثلما يمكن للمرء أن يتكلم عن الذين هم في بيته. بيت هنا لا تعني مبنى، بيت هنا يعني أهله، يعني شعبه، يعني العبرانيين. وعلى مثال الشخص الذي يكون مدبرا لبيته، كان موسى بالنسبة للشعب. إذن فهو يتكلم هنا عن الشعب باعتباره بيته، وأضاف بيته نحن، يعني حتى وضحها في عبرانيين 3 وقال بيته نحن، يعني كشعب يهودي موسى ده كان رئيسنا وأمين على بيت ربنا، فنحن كأننا داخل هذا البيت. إن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى. نبتدي بقى المقارنة، إن مجد المسيح أعظم كتير من مجد موسى. هنا أيضا يتكلم عن تجسده، بمقدار ما لبان البيت كرامة أكثر من البيت. يبقى هنا ابتدى يقول إن ربنا يسوع ده باني البيت، إنما موسى ده جزء من البيت، واحد من الشعب، إنما اللي باني البيت كله ربنا، اللي هو ربنا يسوع. كما يقول كان ابنا على بيته فلم يقل عبد. فإذا موسى كان عبدا، أما هذا فكان سيد، ولكن أعلن عن ذلك بطريقة غير مباشرة. فإن كان البيت هو نحن، كلم بانتمائه القديم للشعب اليهودي، وكان موسى واحدا منا من هذا الشعب، إذن هذا أيضا كان ابن البيت، يعني برضو موسى يعتبر من ولاد البيت، ما هو واحد من الشعب. لأننا أيضا اعتدنا أن نتكلم هكذا، نقول فلان ابن بيت فلان. إلا أنه لا يتكلم هنا عن البيت أي الهيكل، لأن هذا البيت لم يبنيه الله بل البشر، كان الهيكل المادي يعني صناعة بشر. بينما الذي خلق ذاك، اللي خلق موسى نفسه، هو الله. لاحظ كيف يظهر التفوق بقى. احنا هنقارن بين خالق ومخلوق، بين موسى كعبد وبين المسيح كسيد، بين اللي عمل البيت من أساسه وجاب الشعب من أساسه اليهودي، وبين موسى اللي طالع من البيت. سميه ابن البيت أو عبد، لأنه كان بيخدم مؤقتا في مرحلة وخلص خدمته وخد حسابه يعني. فهنا فرق ضخم جدا بين صاحب البيت وخادم البيت.